ما بتصدقي قديش كنت مشتهي هالأكلة. اوه، فاصوليه بيضه وبسطرمه ومخلل، شي بيرد الروح. صحتين وهنا، قلت مشتاقين لهالأكل. ايه مديحه طلبت الاكل مخصوص لكم. وينك وينك يا خانم؟ امي انت منيحه؟ منيحه ابني، منيحه. عن جد اسطنبول طلعت ابرد من ما كنا متوقعين، يعني حسيت حالي رح اتجمد اول ما طلعت راسي من الطياره. رجع راسك مطرح ما طالعته يا بني ادم. بابا انت بتعرف خالي مديحه قديش بتحب تمزح، هي وحده من مسحاتها. ايه انا اللي بتذكر. مرسي. شو المغصي؟ شو عم تقولي خالي؟ ما فهمت. رفيف المغصي. شو غبية هالبنت. لك المغصي المغصي. لك يلا. أي يلا. أي بنتي شوفي، ماما وجعني فجأة بطني. رفيف شو صار لك؟ ما بعرف فجأة شو صار لي. قوموا يلا، قوموا بعدوا عن الطاولة فورا، كلكم بعدوا عن الطاولة. جان قوم فوت فتك على الكنباية، قوموا من على الطاولة قلتلكم. خير يا بنتي؟ تعي رفيف، تعي قومي معي. رفيف خليني ساعتك. مديحة خانم، مديحة خانم، جبت لك البارفان. ناجية شو هاللبس؟ معقول انتي؟ استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله لك ناجيه، روحي من هون، لقد طلعي من هون بسرعه، لقد طلعي طلعي، استغفر الله واتوب اليه، طلعي ما ترجيني وجهك، استغفر الله واتوب اليه. لساتك موجوعه؟ حبيبتي رفيف، قومي لحتى اخذك على المستشفى. لا لا انا صرت احسن. يا رفيف ما بيصير هذا الحكي، بركي صاير معك شي. رفيف إذا شربتي كاسة مي أكيد بترتاحي، ثواني وبتكون كاسة المي عندك. إذا شربت مي يمكن ارتاح. ليكي بنتي أنا رح حاكي دكتوري هلأ ورح أخذك لعنده فورا. ماشي؟ أنا صرت منيحة أمي، ما في لزوم أبدا. مديحة خانم. شو أجدب وما بتفهم أنت؟ ليش ما مشيت لهلأ؟ لك شو عم تستنى؟ يا خانم أنا ضيعت الطريق ووصلت لهون وعصيت، طيب شو أعمل؟ الله يخلصني منك. لك شو أنت ناوي تموتني؟ شو هالبلوة؟ اليوم اللي عرفتك فيه كان يوم أسود وملعون. أي ما تقولي هيك يا خانم، بزعل منك. ها مديحة، مين هالأفندي؟ لك قومي بقى خليني أخذك على المستشفى. قومي جان صدقني ما في داعي، أنا صرت منيحة، تحسنت، تطمنوا. خلصنا بقى رفيف، لشو كل هذا العناد؟ بدنا نروح على المستشفى وما بدي اسمع منك أي اعتراض. يلا تفضلي قومي. جان معه حق، يلا بنت. رفيف بنتي لازم تسمعي جان الكلمة. أنا ما بدي يفحصني دكتور تاني غير ناجي لو سمحت. خلينا هلأ نروح على المستشفى، ومين ما طلع قدامنا ناجي ولا غيره هو اللي بده يفحصك. يلا تفضلي قومي بقى يلا. بنتي رفيف حماتك بتحبك، ليكي مين جابت لك؟ والله حظة من السما. تفضل دكتور. شكرا ناجي. شكرا. شو عم تعمل عنا بهالوقت دكتور ناجي؟ لك ابني الدكتور ناجي جاب لي تحاليلي وناجية استقبلته من شوي، ونحن من العجقة ما انتبهنا له لما إجا، وقلت له لك على هالصدفة، رفيف إجاها مغص فجأة وحب إنه يفحصها قبل ما يمشي. قلتي تحاليل؟ إيه. شو هالتحاليل بهالوقت؟ ابني شو ما كان يكون، ليش عم تدقق؟ دكتور ناجية، أنت دائما تطلع خدمات بنصاص الليالي. فقط لمرضاي يلي بعزهم، فقط. أمي هذا هو الدكتور ناجي اللي أخذنا منه موعد بكرة، ليكي شلون اجتمعتوا هلأ؟ من رعبتي عليك كبرت سنة. نورهان صار عمرك 60 سنة معناتها. معناها إذا سمحتولي يا جماعة اسمحولي افحص رفيف خانم، وبعد المعاينة رح خبركم شو وضعه. تفضلي يا خانم، تفضلي اسمحوا لنا. يلا أنا جاي. ما في داعي نورهان، ما تعذبي حالك. أنا بحب ضل مع مريضتي لحالنا، بعتذر منك يا خانم. بعد إذنك جون بيك. خذ راحتك. بالإذن، تفضلي. شو القصة؟ ما فهمت كيف طلع الدكتور فجأة. وأنا مثلك كمان ما فهمت.
القهوة صارت جاهزة. ناجية قهوة شو كرمال الله خلصنا. ناجية كم مرة بدي اقول لك روحي بدي هالتياب ولا توريني وشك. روحي روحي مشان الله ما عاد فيني اشوفك. شو هالمنظر؟ عمي فهمني انت ليش حاطط نقرك من نقر ناجية؟ كل الخدم بأوروبا هيك بيلبسوا. نسايبي الغاليين، عن جد اليوم زارتنا البركة. سلم عليك. صيروا دايما هيك تعوا لعنا، لا تطولوا علينا الغيبة ماشي؟ من اليوم ورايح، إذا بدنا ولا ما بدنا رح نشوف بعض كثير. إيه مزبوط كلامك، هيك بده يصير. إيه. شكرا كثير لكم على كل شيء. إمتى ما بتحبوا أهلا وسهلا فيكم يا جماعة. الله يسلمك. رفيف أنت متأكدة إنك صرت منيح؟ يلا يا جماعة. هلا مع السلامة. الله يسلمك. مديحة. تصبحوا على خير. أهلا وسهلا. يلا بخير. يلا بنت تصبحي. وانتي بخير رفيف. ناجية. تفضلي يا خانم. تفضلي. شو هذا أمي؟ عم حاول حافظ على مخي. عم بربطه مشان ما يطير مني. ايه اذا هيك خلص اربطيه منيح واصحك انه يطير منك. انا طالع لفوق. يا الله يا الله. شو هالليلة اللي مرقت علينا. مديحة انت شو عم تخبصي؟ هاتي لشوف. شو بدي خبص عمي؟ انت شو عم تقول؟ شو بيعرفني؟ شو صورة الدكتور ناجي؟ شو قصدك عمي؟ ليكي ليكي، بما انك توترتي اكيد بده يكون في شي. طلعي فيني لك مديح ليكون في شي بينك وبينه. يي مين؟ انا؟ impossible. ليكي مديحة عيني عليك كل الوقت، أنا ما بسمح لمخلوق يحكي ويقول ترك مرت ابنه تطلع مع غير ابنه بعد ما طلقت بيومين وفوق منها جايب الزلمة اللي عندها على البيت لهو. يعني أنت هيك فكرت القصة؟ إيه هيك. إيه خليك، يعني خليك هيك عم تفكر أحسن عمي، لأنه الموضوع التاني ما بينحكى بنوب. لك مديحة، لك انت ناوي تجنيني كرمال الله؟ ليش عم تعملي فيني؟ اوف ليش هيك؟ يهي انا وناجي؟ شو عم يحكي هالخرفان؟ ليكو على هالشكالة اللي ملبق لي اياها. بدل ما يقول جورج كلوني كنت فكرت بالموضوع. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاخطارات لتكون اول من يشاهدها.